احنا ليه عملنا مقدمة عن تاريخنا للزمالك؟ احنا بنقول للمسؤولين احنا مش مجرد نادي عايز ياخد بطولة. احنا اساس الرياضة يعني ايه؟ يعني لو قلنا الجناح فهو الجناح الاقوى. في جناح ممكن يسعى الى البطولة وفي جناح يسعى للبناء. لما جينا قلنا الدوري المصري فيه لعيبة كلها انتاج نادي الزمالك موقفة لعيبة فرق كتير، ده ليه؟ الزمالك لو وقع الرياضة المصرية هتتأثر كتير جدا. يعني احنا لسه بنتكلم على الهاندبول، منتخب الهاندبول هو اللي مشرف مصر، المنتخب الوحيد الجماعي اللي من ضمن العظماء السبعه. ليه بنتكلم على تاريخ؟ بنناشد سياده الوزير زي ما اديت قرض للنادي الاهلي 300 مليون، كان ممكن حتى ساعه ازمه القيد بتاعت حسام اشرف كان ممكن ناخد قرض بقيمه الغرامه مثلا. لا الزمالك رفض القروض. لا مش قصدي، انا قصدي ايام اللجان. احنا عايزين لو في عرض عليه بس في غرامه المستشار رفض، الوزير الشباب والرياضه عرض على المستشار مرتضى منصور ياخد قرض زيه زي النادي الاهلي، قال له لا انا عندي. الايقاف كان ايام اللجان يا ريس. نرجع تاني يا استاذ. الايقاف كان ايام اللجان، يعني الايقاف فترتين قيد كان ايام اللجان، كان ممكن عشان المركب تمشي حتى كنا نشوف نظره لنادي الزمالك. هو مش مجرد احنا مش بنقول تاريخ عشان نقعد نحكي عن تاريخ الماضي، لا احنا بنقول نادي الزمالك قيمته لو وقع مفيش رياضه في مصر حرفيا. لان احنا معانا دلوقتي، يعني لو قعدت اتكلم انا مش عايز اقول على الماضي، انا بتكلم دلوقتي الفرق اللي موجوده دلوقتي. لو كل ده قدم شكاوي انت السنه الجايه منتخب مصر هيتاثر في الفولي، منتخب مصر هيتاثر في الباسكت، منتخب مصر هيتاثر في كره القدم. منتخب بقول لك قوام منتخب مصر في اخر 5 6 7 سنين انتاج نادي الزمالك. قلنا زيزو والونش وفتوح ومصطفى فتحي وطارق حامد محمد صبحي وابو جبل، ده قوام منتخب مصر بلس المحترفين. على العموم رغم صعوبه النواحي الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم ومصر، لكن مما لا شك فيه ان المزاج الشعب المصري اللي بيحب كره القدم بالذات وبيحب يتفرج على الماتشات ومزاجه بيتغير بالهزيمه او الفوز سواء زملكاوية أو أهلوية، فالزملكاوية جزء كبير من الشعب المصري بيشجع هذا النادي على الأقل في كل بيت واحد بيتغير حتى في ظل أصعب الـ 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 الصعوبات اللي بنمر بيها حتى على النواحي الاقتصادية. على الأقل أتدخل في مزاج جزء كبير من الشعب بيحب هذا النادي وبيبقى يعني حزين بالظروف اللي بيمر بيها هذا النادي دون تدخل من احد. ده بالنسبه لك تدخل بالنسبه لحفظ النادي. لو احنا بس ثانيه واحده، لو احنا ربع مصر فالاسره 4 افراد، فاحنا في كل بيت واحد زملكاوي على الاقل. لو احنا الربع تمام في كل بيت واحد زملكاوي. طيب لو احنا الربع هنطلع لفيديو بس.